السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي حسام عوار على أبواب انتقال إلى الدور الإيطالي، وهو من باب روما. اللي قلنا لكم شاهدنا ذاك المخلص وقيل في الصيف، قال لكم في هذا الخطرة، قال لكم نوتنغهام رسميا نوتنغهام. يعني يقول لكم من واحد يقول لكم أولي أنا صورتو على عوار، نجيب لكم غير نجيب لكم حاجة رسمية. ما هي روما راهي في يعني راهي في نصف الطريق معاه بالتفاوض مع النادية، راهي في نصف الطريق معاه. أوليس باغي يزيد عام، أوليس باغي يزيده عام. نعطيكم رشا كاين كاع، نعطيكم واش راه صاري بين عوار وبين رئيس النادي تاع اليوم. أوليس باغي يزيد عام، وروما راهي في نص الطريق. روما يعني تفاوض راهو في نص الطريق، كيما طاني فاميل تاع خالها يعني وين قال لي راهو في نص الطريق. على المنتخب الوطني المدرب مازال ما اتصلش بهم. انا نقولها لكم ما راهي هو قال لي المدرب على المنتخب الوطني المدرب مازال ما اتصلش. كاين يعني مشي عوار ولا تلاقى قبل، لا كاين نقولوا من الكونسيلا تاع الجزائر في ليون مشي هما راحوا للدار، عيطوا للام تاع عوار راحت عندهم الكونسيلا باش يكون على بالكم. يعني كاين امور كاين ايجابيات ان شاء الله بربي، بصح مدرب على الله خلي هذا من بعد نهضروا. كي تقرب وقتها نهضروا عليها، كي تبقى ديك السيمانه قبل القائمه. نقول لكم كيما قلت لكم في سبتمبر، قلت لكم ما غاديش يجوا ما كاش في القائمه، قلت لكم في نوفمبر فانيك ما كاش في القائمه. الناس كما راهو جاي واحد منا يا ودي، على الاقل شوف غادي في مارس، على الاقل كاع ما كاش كاين ثلاث لعابه راهم بازين باش يجيبوا يعني غيب هكا زعما في طول الشعب شويه. عوار وايت النوري وشعيبي هذا مكة ثلاثه، هذه على الاقل يعني شوف الى ما نعرف مازال ما بانت. بصح اللعابه تاع 2019 كاينين، اللعابه تاع 2019 هما باش يكون على بالكم باش ما تروحوش بعيد. خاص مدربكم بغا يخدمكم في الصيف في جوان، نهار اللي جاب لكم سبعه هذوك جابهم يعني ما سبعه اللي جابهم كاش واحد بقى فيهم، جاب بلال عمراني جاب منا جاب واحد اللاعب ما كاش كاع، جاب لعابه تاع بارادو باش يزيدوا يديروا ستاتي. دوك اللي راحوا تباعوا ما كاش عندهم تاع ستاتي تاع لعاب دولي، جابهم فانيك داروا لهم ستاتي. هذاك عبد القهار لا يزيد يجي، العريبي لا يزيد يجي، انتوما شفتو يحوس لكم على إليغوس ما كاش. إليغوس غادي يجيب داك الشعيبي مي راه ينايض عليه الهضره، وإلا جابها مازال ما هدرش معاه، إلا جابه يعني غادي يجيبه هكا يجيبه يدخله يكونوا رابحين كارت مع ما غادي يلعبو، ما عنديش يكونوا رابحين ويت زيرو ولا غادي يدخله ويبات يا ويك ما صور لا وراه يدخل في غير بشويه منا. حنا نعقلوا نهار اللي جا اول استدعاء الفيغولي في انغولا ربحنا 2-1 مركبت اول مباراه تاع فيغولي في انغولا في افريقيا، وربح كنا خاسرين 1-0 وعدلها بس تعقل عليها. لعبنا مع العشيه قيس الزوج تاع العشيه ولا ما قلنا لا مؤامره لا والو، خاطر نعرفوا لي زافريكا يلعبك على الزوج ثلاثه هكا يلعبك، ما قلناش مؤامرة في ذاك الوقت، ما كناش نعرفوا هذه تاع مؤامرة، كنا نعرفوا التيرة كاين تيرة، كنا نعرفوا بلي كاين تيرة في ذاك الوقت، 2012 2013 نهار اللي جا في غولي، أول مباراة لعبها في أنغولا، هذيك تقولها لهذو دروك تاع مساكين هذو تاع أسيست ما يعرفوهاش، أول مباراة في غولي لعب فالونس كونتر ريال داروا 0-0، هود ديرك هنا سيدي موسى هود الانغولا لعب مباراه، اول هدف الهدف الثاني الذي سجله، الاول غاليزاها كنا خاسرين 1-0 غاليزاها عن طريق يحيى براسه كورنر، ودوزيام بيت بتير يعني قذيفه صاروخيه شكل كاري 18 ماركاها في غولي. عاودوا المباراه تشوفوها يعني عقل عليها الصوالح كاع ما نساوهاش. وين نعاودوا نولوا نتكلموا
على عوار وين بات نادي روما الإيطالي على مشارف التعاقد مع لاعب جديد من أولمبي ليون لتعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وبحسب ما ورد في موقع روما بريس فإن الأمور شبه محسومة بين نادي روما وحسام عوار الذي منح موافقته في الانضمام إلى روما هذا الشتاء قبل انتهاء عقده الحالي مع ليون شهر جوان 2023. هو تكلم مع مورينيو، نهار اللي قلت لكم بلي تكلم مع مورينيو في الصيف في اوت، قلت لكم هدر مع مورينيو، الناس ولاو يضحكوا علينا، بصح هي حقيقة، انا تضحك عليا ما تضحكش، خاطر على بالي بلي غادي بينك وبين روحك تقول والله لا هو هدرها، بصح ما تنجمش تستعرف على بالنا. وأوضح موقع ناقل عن مصادر راديو الإيطالي أن إدارة روما من جهتها متحمسة كثيرا لحسم الأمور مع اللاعب صاحب 24 عام خلال الانتقالات المقبلة، خاصة وأن تشكيلة المدرب البرتغالي مورينيو بحاجة ماسة للدعم في وسط الميدان، مؤكد أن المدير العام لنادي روما تيجو يعني في نيتو يرى في عوار بديل المثالي بعد فشل نادي العاصمة الإيطالية في التعاقد مع دافيد الذي لم يرغب ساسولو في التخلي عنه في جونفي الحالي. هو هدر معاه، هو اللي أكد عليه واللي تبعه مليح مورينيو. مازال أنا نروق نقول لكم مازال على حساب خاله عمر، راني يعني نقول يشوف فيا انسان ما يكذبش عليا، انسان ملتهي قابيس من الناس نعقل ذاك بو كلبه كان يعاير فيه، ذاك بو كلبه عايره هاودي ما لقاش صورتو تاع نهار اللي قلت لهم بلي هذا عوار ود هجاله، راك عاقل عليا يا بو كلبه، قلت لهم عوار ولد هجاله يا وطلع لك الباري وما لقاكش، ما عرفش وين، ما عرفش وين طول هاك سيمانه ويحوس عليك شي واحد هو ما لقاكش صح، وربي شاهد والله كنت نقول له ودي اختك عاود ولي اختك، اختك من الزبله والله العظيم، لو نقول ولي اختك من الزبله غادي يلقاك يقول لك اسمح لي اي كنت لاعبها من ربي بركه. وسيكون حسام عوار حر من أي التزام بعد 6 أشهر من الآن، ويفترض أن يكون من العناصر المعروضة للبيع من طرف ناديه أولمبيك ليون الذي يريد تفادي رحيله من دون مقابل في صيف 2023. كما أن حسام عوار في رصيده 222 مباراة مع ليون في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 76 هدف ما بين صناعة وتسجيل. هذا ويرتقب أن يلتحق حسام عوار بمنتخب الجزائري بداية من مارس المقبل وفق لما ألمح له، يعني هو نورمالمون نوفمبر يكون هنايا، هو في الصيف وين الناس ضغطوا باش ما يرسلوش الوثائق تاعو، وقلت لكم راني عاقل، قلت لكم يا ودي نورمالمون يرسلوه لو 28 سبتمبر، راني عاقل على هدرتي يعني باش يرسلوه. ونقول لكم هذه من الاتحاد من الفيفا عندها ما كانش هذه 3 أشهر 4 أشهر، الفيفا عندها من 21 يوم من 21 يجتمعوا هذ الناس يجتمعوا ويفوتوا كاع تاع الجنسيه الرياضيه هذه، يعني يسهلوا لهم تاع الجنسيه الرياضيه من الفاتياجور فاتياجور يفوتوه. واذا كانوا عندك رجال كبار دوسي تاعك من تحت يطلع الفوق يتحط يفوت هو الاول، هذه هي باش يكون على بالكم كيما دارت المغرب مع ذاك اللاعب هذاك خلوس هذاك، يعني وين بالخف كان باقي 3 أيام ولا 4 أيام يجتمعوا وفوتوا الملفات، وحنايا الملفات هنايا وكلش الوثائق تاعهم صايك سيمون. المدرب نقولها لكم ونعاود، المدرب هو اللي ما بغاش يعيط لهم وما بغاش يعيط لشعيبي، وكي خسر هو عارف بلي الوثائق تاعهم ما مهلهم، عارفين بلي الجنسيه تاعهم ما هنا، علاه مين خسر خرج قال لكم عوار اي تنوريوم جيد، علاه؟ خاطر عارف بلي الوثائق تاعهم ما مهلهم ما بغاش يعيط لهم، هذه هي
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، ولي مشي ابوني اي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.